فوز مستحق ما في المتعه اليوم اعلن الانجليز انجلند الى النهائي. اقول لك اياها في فريق وقفهم وفرنسا اوكي احترم فرنسا فريق قوي بامكانيات. ايش الفرق بين الفريقين؟ الفرق في السرعه في التحويل الهجومي لاعب جماعه الانجليز مع مين؟ مع فريق السنغال من اقوى الفرق. واليوم بينوا من بعد الهدفين السنغال ما لعب، قبل الهدفين كان بيسجل في المنتخب الانجليزي عقب من التحويل السريع. المباراه اليوم الفريقين بشكل عام قبل الهدفين لا تعطيني مساحه، قالوا الفريقين لما اعطوا مساحات خلقوا فرص غير طبيعيه. لو تشوف الاهداف انت الاهداف اليوم ملعوبه اول حاجه بالسرعه في الهجمات المرتده خالد وقدره الجمله التكتيكيه الجماعيه. اما الفرنسيين مهارات فرديه اللي قالت فريقهم قوي، يعني مبابي انت معروف سرعته هذا، لكن هذا لا شك هجومي متكون من مجموعه. السنغال كان قوي بالعكس بولندا، انا هذا رايي عموما ما نتقاسم، لكن اليوم اعلن الانجليز انا رايح للنهائي ما حد قادر يوقفني. بنشوف مباراه يعني المباراه القادمه بين الانجليز والفرنسيين بدايه الحرب العالميه في كره القدم. هسه هذا رايك؟ هذا رايك؟ انطيت رايك بكل نعم بنختصر لكم اوكي. انطيت رايك بعد ما قاطعناك احنا مو؟ لا تقاطعنا خلينا تكتيكيه بعدين لا تسجل الهدف ما نسجل بس يلا تعال انت عارف بغيت فرنسا. واحلى جمله قالها اخر شيء قال هذا رايي اوكي بس انا من رايي ما يقبل. هسه انت تقول هيك اوكي انا وياك انت قلت كلمه حلوه قلت الانجليز بالجمله العكسيه يلعبون جماعه. اول شيء بالهجمه العكسيه ماكو شيء اسمه جماعي، اكو اسمه هجمه مرتده هي خطوتين ثلاثه الرابعه واصل الجول ماكو شيء جماعي فردي ومن عقبات معيه. هسه مو انطيت رايك قلت لك انا ما حكيت وياك ليش انت انا ترى بالعكس انا معاك محب الكره الانجليزيه واستمتع جدا لما تتكلم عن الانجليز بس خلي يتكلم على اساس انه بس يعني لو سمحت تفضل ما حكيت وقلت له صح تفضل زين. اول شيء اكثر من يتقن الهجمه المرتده هم الفرنسيين لان عندهم الادوات اللي تتقن هذه الحركه صح. صح لو لا صح باقل المجهود. والدليل الهدف الثاني اللي سجله مبابي ايه اللي سجله هجمه مرتده من اليمين دخول ربط منه جيرو لا 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 لا, لا 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 لو سمحت يونس ما كانت خليك معاي ارجوك اتكلم على منتخب انجلترا فقط الحين خلاص خلص فرنسا. عندك شيء عن الانجليز؟ بطل علي عندك شيء عن الانجليز؟ عن الانجليز؟ ما عندك شيء. شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه جمال. عن انجلترا ها لا احد يشطح لي فرنسا الانجليز الانجليز يعني احنا امس قلنا الاغلبيه يا اخي تكلمنا على فرنسا. هاي ايش بيك انت؟ هاي ايش بيك انت صار ساعه يحكي على فرنسا؟ لا قاعد يتكلم عن انجلترا قال لك على فرنسا سوى لك اياها تكلم على فرنسا تكلم على فرنسا لو سمحت قال على فرنسا يا خالد بنا تحدي قوي يا خالد هذا بنا تحدي هذا كله مع فرنسا بس اوكي اوكي اخذ الجو مني لا تكلمت على فرنسا بس مع فرنسا انا ما تكلمت ولا تفوزوا فواز انا ما اتكلم طبيعه الحياه البشريه كل واحد عنده منتخب يشجعه زين. انت من عندك؟ انا عندي برازيل مثلا عندي برازيل وانجلترا لا 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 يعني انا اقول لك اكو كيمياء بيناتكم انتم تشجعون انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي يوم احمد الرواسي اليوم اسطوره في الكلام شكرا لك جماعه لا 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 اسطوره يمك اسطوره هو منا يقول ارجنتين تاخذ كاس العالم النابرج قال انجلترا تاخذ كاس العالم مو خبرنا احنا نريد نعرف منو ياخذ كاس العالم انا مجموعه ثانيه وهذا مجموعه ثانيه انت تقول ارجنتين ياخذ كاس العالم تقول ياخذ كاس العالم وصل النهائي يا اخي يونس استنى رحمه الوادكم هسه مو قال انجلترا جاي حد على الارجنتين قبل من الارجنتين لكن قلت لك الانجليز اليوم ما اعلنش انه يوصل النهائي يا رواد رواد انت قلت ضرب القلص اليوم ناصر لا انت ضرب القلص ضرب القلص الانجليز الفرنسيين يا جماعه خلوا الكلام على السياسه بس دقيقه بس دقيقه نتفق على اتفاق رجاء ايوه لا حد يجيب يطاري السياسه ولا حد ولا طاري الدين وركزوا معاي في كلامكم في الكورة تعلم كرة القدم أنا أنت حرب عالمية ناصر يا ناصر أرجوك والله جد أكلمكم ترى في ناس تحسسون من كل شيء اهدوا لأن هذه السؤال بيجرنا حق سوالف
شكرا لكم. ناصر انت شو اسمك؟ انا عايز اقول انا عايز اقول حاجه يعني اسف سؤال يعني احنا في المكان ده كله ما فيش الا اسطوره واحد تروح تقول الرواد اسطوره؟ لا اسطوره التحليل اسطوره المجلس يعني اسطوره المجلس اوكي مش مشاكل جمال تفضل جمال انجلترا انجلترا كنا متوقعين ان الانجليز راح يفوزوا وانا امس قلت الشباب اغلبيتهم قالوا ان ماني مو موجود بالمباراة الكبيرة يضيع فريق السنغال، فريق السنغال خالد بنسجل عليه هدف بس خلاص، في فريق خالد يفكر ياخذ البطولة، في فريق إذا وصل دور الثمانية أو دور 16 كأنه ماخذ بطولة، هذا السنغال مع الفرق الباجي اللي هو يقول بولندا كذي، تفكيرهم بسيط خالد، أما المنتخب الإنجليز خالد قدم مباريات كبيرة، وتونا نسولف خالد على اللاعب الصغير، اللاعب الإنجليز رقم 22 اسمه بلينغهام رقم 22 راح دورتموند حرب عليه من كل الأندية هذا من افضل لاعبين البطوله لغايه الان خالد لاعب دورتموند لاعب بلينغهام تكلم ايوه عليك نور فلاعب مميز قاعد يدي كل مباراه حق الانجليز تشوفه شارك بالهجمات يقطع كور اي كره فيها هدف حق الانجليز هو متدخل بالكره لا يكون اللاعب الثالث او اللاعب الثاني تدري كم قيمته هذا قيمته السوقيه حاليا 100 مليون ويلعب في دورتموند كقائد الفريق عمره 19 سنه 19 سنه 19 سنه أي. يعني خالد احنا تونا قاعد نتكلم عن اللاعبين هذا اللاعب العين ترى مو محطوطه عليه الصراحه نعم عندنا احمد الرواد اللاعب تفضل هاي شوفها شوفها حتى لازم متدخل فيها خالد شوف يعني السرعه الامكانيه رفعه الراس شلون يلعب الباص يمرر اسست فنان طيب والله انا بدي احكي عن المنتخب الانجليزي كمان اللاعب هاري كين يعني هاري كين هو اللاعب المهاجم الرئيسي بالفريق هاري كين ولكن نشوف الدور اللي بيكون فيه كمحطه في منتصف الملعب نعم هذا تحول هجومي شو الكره لقطه الهدف الاول التمريره لبلينغهام عمل رائع قام فيه هاري كين اللي مر لبلينغهام صح من لاعب اصلا مهاجم ويتقن واحتفاظه بالكره والتحكم الموجه له بالكره في غايه الروعه بالهدف الثاني قبل ما توصل الكره لفودن اصلا كان له لمسه عفوا صاحب الهدف الثاني وبالهدف الثالث الهدف اللي سجله ساكا عمل ارباك برضه في منتصف الملعب شكرا لك بارك الله فيك خالد بس سؤال احنا اول تعليق احنا البارحه صوتنا لو ما صوتنا على اللعبات شوف منو اللي صوت الفرنسي ايش قد واللي صوت الانجليزي ايش قد وراح تعرف معناته الرؤيه اللي موجوده انه منو الفريق الاقوى فرنسا صوتهم اكثر خلاص بعد علي من يعني ماشي منه انت بخيط فرنسا لو السنغال تلعب مع فرنسا قال الانجليز بيتقابل مع فرنسا الانجليز بيفوزوا ما يا اخي انت ليش صادر راينا ما صادر راينا الكره بنفسها اليوم ختامنا لو سمحتوا شباب اليوم ختامنا اوكي خلاص احنا غير بس اسمح لي يونس بعلمك شغله احنا تدري شو مشكلتنا معاك واحده معايا؟ انت عارف احنا مش مشكلتنا يوم فارع علي شنو؟ لا مش عليك بس انت تقوم حبيبي متاخر ما تتحمل الضغوطات انت ما تتحمل الضغوطات شكرا لك محمد بجوز احنا تكلمنا عن المنتخب الانجليزي ما تكلمنا عن المنتخب السنغالي ترى منتخب السنغال تقريبا اول 25 دقيقه لعبوا مباراه زينه ترى لعبوا مباراه توب اول 25 دقيقه دفاعيه كان يعيبهم تكتيكيا كان يعيبهم من وجهه نظري طبعا متواضع في اعتقادي كان يعيبهم انهم ما عرفوا شلون يبنون الهجمه عشان يروحون قدام يعيبهم الفريق المقابل قوي قوي يا جماعه يعيبهم فريق قوي معاهم يعطيكم العافيه ايوه صح خلاص لا بس اسامه هنا قال كلمه يقولون المنتخب السنغالي ما لعب الا 130 كم 130 دقيقة 130 دقيقة يعني سقف طموحه كان وسم النهاية كانت واضحة كانت واضحة من سقف طموحه الهدف قتال المنتخبات المتخلفة ممكن ابو جاسم عفوا السنغال لعبوا النهاردة 130 130 دقيقة كان 38 38 ابو جاسم في كلمة بقولها على الجول اللي سجله هاري كين طلحة كان يتكلم في المنظومة الجماعية انا اتكلم شفت التحول الهجومي يا رواس تحول الهجومي لإنجلترا في كم ثانية كرة مرتدة في كم ثانية كم ما تتجاوز 13 ثانية شوفها جو. مش قلت لحظة بس ممكن بس دقيقة نشوف الجول شوف شوف باب الانهار احنا نقول باب المبالغه ابو جاسم لا 7 ثواني طيب شكرا خطا دي اللاعب السنغالي كم ثانيه ابو جاسم سامع معليش كم ثانيه قلت 7 ثواني انا اديتكم باب المبالغه كم 13 هذا اسمه التحول الهجومي السريع كره مرتده مرتده صح ولا لا احنا دائما نقول كره جماعيه هذا ناصر واحمد وناصر هم بيسالوني اسئله ما اسالك هو يتناقش معاك بس اتناقش معاك يا اسطى انا اتناقش معاك خلاص انا يكفيني يا احمد الله يرحمك